مسك الليل مسك الليل مع هشام المغاري. هشام المغاري سير اخي. من بعد المهم كيف قلت لك كنا ثلاثة جو الناس خدمنا راب يعني سطحي كيف ما كيقولوا يعني كنا باقي ديك الساعه يعني الموهبه يلا تتعلم يلا شحال من حاجه دونك كانت الخدمه شويه يعني ماشي في مستوى كبير او يعني كانت كتبان ديك الساعه حنا انها خدمه مزيان دونك في هاد لابيريود هادي كامله اللي غبرنا يعني بقينا انا وكريم بجوج من بعد انت وكريم بهيج بقيتوا ما تفرقتوش ما تفرقناش ضرب الخشب ضرب الخشب مزيان سقوا عليهم الاخوان هذا راك اكتشاف نو يمشيو جوج جوج وي ماشي هذيك اني ديت ايوا المهم بقينا بجوج بطبيعة الحال في واحد المدة كان ضروري الإنسان خصو يقبض الباك ديالو خصو يقرا خصو ضروري فنان بلا قراية فوالا دونك ديك الوقت ديك لابيريود يعني بحال قلتي حبسنا موسيقى ولينا دينا يعني في القراية وفي سميتو يعني باش نديرو خدمتنا يعني باش تلقى يعني باش كي دابا تطورتو دابا اللي غادي نسمعو دابا بطبيعة الحال هادو زوج اغاني اول مرة كندوزهم مشيت انا وعزيز حتى ليا باش جبناهم سبيسيالمون تسمعهم اول مرة غيديفيزو في المغرب بطبيعة لقيت فيهم واحد الفرق شوسيع ما بين داكشي اللي درتي ياك بكريم ديفلوبينا بزاف الحمد لله ومزيان ديفلوبون مزيان الاول ما كناش كنخدمو بروفيسيونيل 100% علاش ما كناش كنديرو لا كومبوزيسيون ميوزيكال ديالنا ما كناش كن المهم كنا كنكتبو بارول زوينين خدمة نقية مي ثلاثة ديال الناس من بعد يعني كنا كنخدموا الراب رابور تين كيفاش تجمعت هو نور تين باسكو هو كيغني واحد كاين واحد ستيل ديفيرون عليا انا ممكن يغني الراي ممكن يغني الشعبي ممكن يغني اي حاجه مي انا كنغني الراب دونك مع ذلك اجتمعتوما واستمريتو الجميل في كريم شنو هو انه في هاد لابيريود هادي اللي قلت لك كيف ما كنا يعني كنوجدوا مستقبلنا يعني هو دابا راه خدام يعني في اوتيل دام خدمته مزيانه وانا دابا وليت استاذ في التعليم الخصوصي استاذ ديال الماط ويعني المهم يلا تلام تزالو اساتذه ديالكم راه توما تيغنيو كيدير دي فورماسيون في تري بيان كانت عندنا واحد الفقره ديال الراب في مسك الليل ودوزنا فيها واحد 114 الفرقة ديال الراب ديك الساعة في الديبي ديالو فيهم جوج فراقي دابا كبار والكبير هو الله ولكن كانوا ملي كانوا صغار كانوا دريفين كانوا درياوش كانوا كيجاوبوا في تليفوناتهم ملي كبروا ولينا كنلقاو معاهم مشكلة عرفتي كان حمد الله ملي كنلقى شي حد كان صغير وبقى صغير لانه على الاقل غيقول لي وعليكم السلام ملي نقول له انا السلام عليكم الدين تبارك الله عليكم كريم تبارك الله عليكم نتمنى هذا السيل هذا عاوتاني يوصل للجمهور ديالو ان شاء الله ياك اخي الفناير كيتعاونوا معكم شي شويه الاخوان ديال مراكش اللي كيمشيو على نفس النهج كاين شي تعاون كاين شي سلام كاين شي كلام ولا كل شاد الطريق ايوا باش نكونوا صريحين يعني كل شاد الطريق كل شاد الطريق فوالا بالنسبه للخليفه ولا يعني اشرف اللي في الفناير هاد الدراري هادوك كنعرفهم في واحد المده هما دابا الا شافوني ما غاديش يعقلوا عليا لانه كنت باقي ديك الساعه صغير ما كاينش شي كونتاكت بيننا وبينهم واصلا كيف ما يعني كيف ما انت دابا بالنسبه لكم انتم ما فروكو كتخدموا بجوج يعني كنخدموا بجوج لا سوا في الكومبو لا سوا في الكتابه لا سوا يعني جميل الله يجعل البركه كنخدموا بجوج ما كاينش شي طرف ثالث يلا عزيز كرومي غادي يسمعنا اغنيه اخرى ديالكم الاغاني الجديده اللي خرجت واللي كنقدموها لاول مره عبر امواج ام اف ام هذه 11:28 دقيقه خليكم مع نفسي مع المتابعه 05 22 30 30 صفرين 31 33 33 انتم معنا على www.mfmradio.ma سمعوكم ونرجعوا ان شاء الله يلا سيدي حصريه ايضا الليل مع هشام المغاري هشام المغاري على MFM باش تشاركوا اتصلوا بنا على الارقام التاليه 05 22 30 30 00 ولا 05 22 31 33 33
32 مسك الليل مباشرة على الهواء. سيداتي سادتي تحية للناس اللي كيسمعونا وكيتبعونا، تبارك الله عليكم. فروكو كنتو سعداء باننا او حنا حنا معكم، الناس سمعنا الناس شي حاجة جديدة ديالكم بور لا بروميير فوا. الجديد ان شاء الله غادي يكون حويجات اخرى. دايوغ عطينا ميكروات عزيز. دابا حتى الحاجة اللي زوينة هو الجهاز اللي جينا دابا. المهم كاين واحد صراع تاع الاجيال وكذا وهادي، مي اليوم الشرف اننا نكونوا مع واحد السيد اللي هو نمشي بلا ما نقول شيخ الشيوخ. المهم انا كنت متخوف من الراي ديالو وهادي، انا غير كريتيكي راه يقول كذا، مي كتخلعوه مينونا كتخلعوه راه ضروري راه ريسبي حيت هو راه سي نورمال. لا بالنسبه للبارول الالحان، المهم سمع اش قال لكم مزيان عجبوه وقال لك انه بغى يتعامل معنا كذا، حتى حنا حبينا الفكره ديجا عطيتهم النص دابا هما عجبهم صافي تخيل صافي ديك تفقوا على هادشي مزيان اللي بغينا. وي وي مي دونك كنت نلقى الناس بهجه راه سي با فاسيل، بهجاوي راه روح النكته ولكن النكته الهادفه صح فهمتي. كاين الناس اللي في جامع الفنا تمشي تذوق الفن والمعنى فهمتي، وكاين اللي تمشي ناس كتار موجوده يعشقوا القروده فاهم كيف. وكاين اللي مقسم التفرش ويبغي الحلقه د الحنش فاهم كيف. صح تكلم كله زاد الناس قسام قزيز، كاين في البهجه يمشي يسمع محمد باريز راوي فاهم كيف. بهجه من كل قدره كاين اعظم الله فاهم كيف. والفاهم فما يفهم صح. بهجاوي باش تتعامل معاه يحب لك تكون فليكسيبل وهو يحب له يكون يعطيك قلبه يعني يعطيك خاطره منيح صح. هما يبغيو الواجد. صفقوا عليكم بثلاثه وميرسي على هذا التعاون عندكم. صفقوا عليهم لا نعطيهم انا لي باغول نعطيهم لي باغول لي ميزيك با بروبليم نصوص ما كاش مشكل تخي بيان. شكرا نوردي، شكرا عبد الكريم. غادي نمشيو نسمعوا تو دو سويت.